السلام عليكم، معكم اخوكم محمد عاصم. اهلا وسهلا بكم في القناة، ويوم رائع جدا في تاريخ الرياضة في مصر. الحقيقة انا اول مرة في حياتي اتكسف واكون مبسوط وسعيد، ولكن كانت كسفتي بصراحة نبع من حبي للبلد ومن وطنيتي، مش لان انا كنت ولا عايزه بالله، ان انا ابدا في يوم من الايام ما كنت بتمنى كل الناس تراجع على الفيديوهات اللي انا اتكلمت فيها على اولمبياد طوكيو وعلى مستوانا اللي كان فيها في البطولة وعلى حرق الدمي. اي حد كان بيتفرج على الفيديو بيفهم، هيبقى عارف ان انا كان محروق دمي على خاطر البلد وعشان خاطر البلد. عمري في حياتي ده نموت ولا اني في يوم من الايام فعلا اشمت في بلدنا ابدا، ومحدش يراهن ابدا ابدا على ولا يزايد على وطنيتي الحمد لله. والتاريخي في الفيديوهات وفيديوهاتي عندي رصيد كبير قوي يشهد على كده. النهاردة يوم رائع جدا، احلى يوم في تاريخنا في البطولات الاولمبية، رغم ان انا كنت طالع عامل فيديو كان عنوانه كده فضيحة نتائج مصر في اولمبياد طوكيو 2021، وانا بقولها لحضراتكم ان انا الفيديو ده هشيله وبعتذر عنه لاني كان محروق دمي، ولكن هشيله بعد يومين ثلاثة عشان ما حدش يقول ان انا بهرب من كلامي اللي قلته قبل كده، هشيله بعد كذا يوم عشان ما حدش يقول ان انا بهرب من كلامي. انا ما بغيرش كلامي ولا بكلمتين، ولكن لما يبقى الموضوع فيه نصر وفوز لمصر، مليون مبروك، مليون مبروك للبطلة الكبيرة، البطلة الرائعة اللي اول مرة في تاريخ مصر واحدة لاعبة تحصل على مصرية تحصل على الميدالية الذهبية، هي البطلة فريال اشرف. الله اكبر عليها، الله اكبر بجد، الف الف مليون مبروك اللي رفعت راس مصر. عارفين يا جماعة ميدالية ذهبية دي غيرت مركز مصر من 78 لل 53، شوف الفرق. مع ايضا مليون مبروك جدا جدا للبطل والرائع احمد الجندي في الخماسي، الف 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 مبروك للبطل احمد الجندي. ومش طبعا عندنا الابطال، عندنا كيشو في المصارعه، الف الف مليون مبروك ليه. عندنا الرائعه والجميله والبطله هدايه ملاك، وعندنا البطل والرائع سيف عيسى، كلهم ابطال رائعين جدا. واحد واحد فريال اشرف، انت بجد يعني كلكم رفعتوا راس مصر، كلكم واحد واحد، ولكن في ريال اشرف انت جبتي الميداليه الذهبيه. جماعه الميداليه الذهبيه دي عشان الناس تبقى فاهمه، عشان تجيبها وعشان واحد يحقق الميداليه الذهبيه دي صعبه جدا جدا. انا ما كانش والله العظيم ابدا، انا بعتذر، بعتذر لكل الناس، ولكن محروق، كنت محروق دمي عشان خوفي على البلد وعشان خاطر بحب البلد دي. انا بجد والله يوم تاريخي، ما فيش مره ابدا مصر احرزت 6 ميداليات اولمبيه منهم واحده ذهب في تاريخنا. يعني النهارده انا كنت بقول قبل كده لا، ده من ساعه كرم جابر، من ساعه كرم جابر في اولمبياد اثينا في 2004 لحد النهارده ما حصلناش على ميداليه ذهب. فالنهارده فعلا يوم رائع جدا، بعتذر اعتذار رسمي، لكن انا يا جماعه فعلا فرحان. مش عايز اقول لكم فرحان قد ايه، انا فعلا مبسوط على الاخر والله العظيم، الحمد والشكر لله رب العالمين. ايوه كده، ايوه كده، افتحوا نفسنا. وعايز انوه بقى الحاجه، منتخب كره اليد النهارده كانوا ابطال ورجاله جدا جدا امام فريق اسبانيا. بل بالعكس بقى، عايز اقول لكم ان انا كنت زعلان ومحروق دمي. النهارده فرنسا هي اللي فازت على الدنمارك، اللي هي فرنسا اللي خرجتنا من الدور قبل النهائي، والنهارده برضو منتخب مصر كانوا رجالة رغم انهم ما احرزوش الميدالية الذهبية الفضية البرونزية عفوا، ولكن كانوا رجالة بمعنى الكلمة. الحق يقول في يا جماعة انجازات، وانا بعتذر مرة ثالثة، انا كان دمي محروق وكنت حزين جدا في بداية البطولة، كان دمي محروق وكنت حزين جدا جدا على ان احنا، وقلتها في الفيديو قبل كده، ان مصر لا تستحق بالميداليات دي بس، ولكن اسمها يليق بميداليات اكتر وبتحقيق انجازات اكبر. فعلا كل التحية والحب، ان شاء الله باذن الله كمان بقى مستنيين عندنا الابطال في الالعاب الاخرى، ومستنيين البطلة سارة سمير ومحمد ايهاب في رفع الاثقال، وابطال المصارعة التانية الباقي، ابطال كل الرياضات ان شاء الله منتظرينكم في الاولمبيات الجاية.
يعني بصوا بقى بصراحة الحمد لله، بس احنا النجاح الطمع في النجاح مش وحش، شيء جميل جدا. ان شاء الله ان شاء الله يبقى عندنا ابطال اكتر، وعندنا زي في ريال اشرف ان شاء الله تحقق في البطولة الجاية الدكتورة في ريال اشرف، وهي البطلة والدكتورة هي طالبة في الصيدلة، وهي البطلة ان شاء الله تحقق لنا الذهبية الجاية، والابطال اللي في مصر هنا ان شاء الله عايزين ميداليات ذهبية اكتر ان شاء الله الدورة اللي جاية باذن الله. واللاعبين او اي حد منتظرين وجوه ابطال جديده، عايزين الشباب كده ان شاء الله يرفعوا من معنويات نفسهم، وان شاء الله باذن الله يجي ابطال جداد ويتحقق في مصر، وكل واحد عنده حلم يحققه، وانت تقدر، وكلنا ان شاء الله كل واحد في مجاله يقدر. اهم حاجه ان احنا الحمد لله نكون قدوه ونكون كبار فعلا بمعنى الكلمه زي ما احنا الحمد لله. الحمد والشكر لله رب العالمين، اللهم لك الحمد والشكر. ألف ألف مبروك لكل أبطالنا واحد واحد، بعتذر للمرة الرابعة، والحمد والشكر لله، وتحيا مصر، وأشوفكم على خير، سلام عليكم.